استيميتنج تكنيكس بقى هم ثلاثه خلاص. الثلاث ثلاثه انالوجس استيميتنج، البارامتريك استيميتنج، والثري بوينت استيميتس. هنشوف واحد واحد كده سريعا. طيب انالوجس استيميتنج اللي هو بيقول لك هات لي اكتيفيتي فات شبهه واعمل تنبؤ بريدكشن خلاص بمده الاكتيفيتي اللي شبهه اللي انت هتشتغل فيه خلاص. يعني انت عامل عمليه ايه زي تناظر كده. الاكتيفيتي ده تقريبا احنا اشتغلنا الاكتيفيتي ده في المشروع اللي فات، ده ياخد له خمس ايام، في المشروع اللي فات خد خمس ايام، يبقى هو ياخد في المشروع ده خمس ايام. بس في حاجه مهمه، وانت بتستخدم الهيستوريكال انفورميشن لاحظ ان ظروف كل مشروع بتختلف خلاص. العماله اللي انت بتستخدمها قد تختلف، جنسيتها، المكان قد يختلف، الويذر نفسه، الطقس يختلف، البروموشن ممكن يختلف. الاخ احمد عاطف اهلا وسهلا بالاسباني، بتتكلم اسباني كويس، بعدين بعد المحاضره هنتكلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اذا بتشوف ايه مشروع سابق وبتاخد الهيستوريكال انفورميشن، بس دخل الفاكتورز المختلفه في المشروع، ما تاخدهاش كده وايه وخلاص خلاص. طيب اذا على الرغم من ان هذا النوع من الاستيميت هو استيميت تقريبي، لان انت بتاخد من ده لده بالشبه، الا انه هيبقى افضل من ان انت تعمل استيميشن منك لنفسك كده من غير ما تاخد الهيستوريكال داتا اللي في الشركه دي. اصل انت ممكن تكون عارف البرودكتيفيتي ريتس دي انت اشتغلت بيها في شركتك، وبعدين نقلت شركه جديده خلاص، يمكن هم اكثر تنظيما من شركتك، يمكن اقل تنظيما، يمكن عمالتك انت كانت مدربه عمالتهم مش مدربه، هتفرق معاك في الايه؟ في البرودكتيفيتي ريتس، وبالتالي تفرق معاك في الايه؟ في الاكتيفيتي ديوريشن ايه؟ استيميت. خلاص فتاخد الهيستوريكال داتا وممكن ايه تبتدي ايه تعمل عمليه تأييف خلاص. طيب قال لك احنا عندنا واحنا بقى بنعمل استيميت هتقابلنا حاجه اسمها بيسيمستك واوبتيمستك وموست لايكلي. يعني ايه الثلاثه دول؟ بيسيمستك ده واحد متشائم، يجي الاكتيفيتي كده يبص له يقول لك الاكتيفيتي ده هياخد له 10 ايام، وعم الاكتيفيتي ده ما ياخدش اكتر من خمس ايام، يقول لك هو هياخد 10 ايام، مش عارف معده ايه هتعطل، وانا عارف الناس دي ما بتشتغلش والناس دي ما بتعملش. بيسيمستك قال لك هم 10 ايام. جه مثلا واحد تاني متفائل كده قال لك ايه؟ قال لك لا يا سيدي ايه يا عم الكلام ده؟ ايه احنا بس كده توكل على الله والنيه خالصه ونخلص النيه في العمل وناخذ بالاسباب، الاكتيفيتي ده مش هياخد اكتر من خمس ايام. ده راجل اوبتيمستك. جه واحد تاني قال لهم بقول لكم يا جماعه اللي هم لا 10 ولا 5 الاكتيفيتي ده، الاكتيفيتي ده هياخد ان شاء الله 7 ايام. خلاص؟ جه الاكتيفيتي خد 7 ايام ونص. بقت السبع ايام دي ايه؟ موست لايكلي، يعني اقرب حاجه للواقع اللي ايه؟ اللي هيحصل. خلاص؟ طيب هنشوف ايه موضوع بقى الستاندرد ديفيشن. احنا بنتكلم على ال 3 بوينت بنتكلم على الستاندرد ديفيشن استيميت اللي هو بيكون بستخدم فيه الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن في البي ام بي اكزام مختلفه شويه عن الستاندرد ديفيشن اللي كلنا عارفينه يعني. فهتلاقي هو هنا بياخد البيسيمستك استيميت ناقص الاوبتيمستك استيميت ويقسمهم على 6. خلاص؟ كل ما كبر الستاندرد ديفيشن معنى كده ايه؟ يعني الواحد دي لو بقت 2 الواحد احسن 1.33 ولا 2 احسن؟ ناخد كده فوتنج، اللي شايف الواحد احسن يختار اوبشن 1، واللي شايف الاثنين احسن يختار اوبشن 2. 7 ل 2، 7 ل 3، الاغلبيه اختارت ان الرقم الصغير احسن. طبعا الرقم الصغير افضل لانه هيعكس ايه؟ هيعكس ان الانسرتينيتي هنا قليله،
لان الراجل الاوبتيمستيك والراجل البسيمستيك الاثنين قريبين من بعض. كل ما الرقم يصغر كل ما الدنيا تقول لك ايه ده الناس قريبه من بعضها. خدت بالك؟ طب يعني ايه الناس قريبه من بعضها؟ يعني المتشائم ده متشائم ليه؟ اصل عمال يحط ريسك فاكتورز في انسرتينيتي كتير. طب لو المتشائم ده ما بقاش عنده انسرتينيتي كتير يبقى ايه ده الانسرتينيتي بتاعتك ايه؟ قلت، عندك داتا اكتر. خلاص؟ طيب ال 3 بوينت استيميت خلاص اللي فات احنا بنتكلم على بارامترك استيميت. ال 3 بوينت استيميت بيستخدم ايه؟ بيستخدم المعادله اللي فاتت، لكن عشان هو 3 بوينت فقال لك يا سيدي انتوا نسيتوا الراجل بتاع الموست لايكلي ده، مع ان الراجل ده هو الوسط وخير الامور الوسط، فانتوا نسيتوه في المعادله اللي بتاعت الستاندرد ديفيشن بتاعتكم دي. فقال لك ندخله فين؟ في الايه؟ في 3 بوينت استيميت. طيب عشان ادخله قال لك لا، ده انا الراجل ده عشان هو وسط خلاص، فانا هاخده هعتبر رايه براي اتنين من بتوع البيسيمستيك وراي اتنين من بتوع الايه؟ الاوبتيمستيك، بشجعه. خلاص؟ حاجه اللي بتاع الاوبتيمستيك اقول له بص بقى انت رايك الراجل ده انا هحسب رايه باتنين من رايك، والراجل التاني تقول لا 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 ده انا هاخد ضعفك. خلاص؟ فعشان كده المعادله ما تنساهاش. ال 3 بوينت استيميت بيسيمستيك استيميت زائد 4 موست لايكلي استيميت زائد اوبتيمستيك استيميت على 6. تمام؟ هنا مفيش بقى لا اكبر ولا اقل، مفيش الرقم الكبير حلو ولا الرقم الكبير ايه؟ وحش. لان انت هنا هتطلع استيميت، هتطلع ديوريشن، هتطلع الاقرب ايه؟ ديوريشن. خدت بالك؟ والله على 6 دي يعني انا شخصيا ما اقدرش اقول لك ليه على 6. خدت بالك؟ السبب في على 6 يعني ممكن نبحث لك فيه، لكن شخصيا انا ما يعني ما خطرش بقى قبل كده ان انا ابحث ليه على 6. خدت بالك؟ وهذا ليس عيبا، يعني ان انا اقول لك ان انا ما خطرش على بالي اشمعنى على 6. خدت بالك؟ طب اتفضل ايهاب قول لنا ليه على 6؟ في دي على 6 عشان مجموع الاجزاء، ماشي. لا انا دي معروفه، لا دي معروفه، دي معروفة يا إيهاب. في الديوريشن هنا على 6 معروفة. أنا بكلمه على الستة اللي فاتت. على الستة دي. البسيمستيك اللي هي كانت بسيمستيك ناقص أوبتيمستيك. على 6. خدت بالك؟ هي دي. لو دي تعرف تقول لنا ليه أنا يعني أكون شاكر ليك. خدت بالك؟ لكن دي طبعا اللي على 6 هنا دي ما هي خلاص باينه، انت عايز تطلع ديوريشن خلاص اللي هي عباره عن جزء ودي مجموع اجزاء، دي باينه. انا ما تطرقش زين ان هو بيسال على دي، ان هو الباشمهندس يقول انا كان بيسال على دي نقول له، لكن هو اللي انا استشعرته انه ليه حق يسال على اللي فوق. ليه حق يسال على اللي فوق. تمام؟ مفيش، اسف يا هاب، احنا جميعا نطلب العلم يعني. وإذا كنت حاجة ما الإنسان ما يعرفهاش مش غلط إن هو ما يقول ما يعرفهاش. تمام؟ وبيدي لك أهوت أمثلة على حاجة ممكن تتنفذ في 12 أسبوع أو في 4 أسابيع، والراجل الموست لايكلي قال لك أنا 7 أسابيع، لما جم يحسبوها طلعت إيه؟ طلعت 7.33. خلاص؟ لا بص، هو يعني انا وجهه نظري علم لا ينفع وجهل لا يضر، عشان كده الواحد مش هيتعب نفسه يفكر فيها كتير. خدت بالك؟ خلاص قبليه ناس بحثت وقالت لي على الرقم ده على 6. عود نفسك ايه؟ حتى وانت بتذاكر حاجه خلاص من طرق المذاكره احيانا تقف وانت بتذاكر تقول الحته دي انا لقيت اكسبيرت جادجمنت انا مش فاهمها بقى. تخش بقى على الانترنت تبحث على الاكسبيرت جادجمنت دي وتقعد فيها ايام وليالي خلاص
بس لا خليك، ما تخليش نقطة صغيرة تحيد عن هدفك. يعني أنا الإنسان لما يخطئ لازم يتعلم الليسون ليرند. أنا عندي ليسون ليرند رائع. يعني أنا في الجامعة وأنا في مشروع التخرج خلاص ضيعت مثلا أسبوعين من الشهر بدور على الفيكسيشن بوينت بتاعت الخازوق لما يجي عليه لاترال فورس تبقى فين الفيكسيشن بوينت. خدت بالك؟ دي لوحدها في رسائل دكتوراه. خدت بالك؟ بس ف خلاص فما فادتش بحاجه في الاخر. يعني خليك خلاص. طيب بنستخدم بقى في البارامتريك استيميتنج الايه الماتيماتيكال فورمولاز عشان تدي لك الايه الديوريشن بتاعه الايه الاكتيفيتي. خلاص طيب البارامتريك يعني ايه بارامتريك؟ يعني مثلا انا بقول ان الـ عندي 10 متر هيخلصوا في يوم. خلاص؟ يبقى ال 100 متر يخلصوا في كام مثلا؟ هيخلصوا في 10 ايام. لو كل الفاكتورز ايه؟ موجوده. خلاص؟ لو الفاكتورز مش موجوده في اختلاف في الفاكتورز دي يبقى البارامتريك استيميتنج بتاعك ايه مش موجود. معنى كده من كلمه بارامتريك استيميتنج ده اللي بياخد ان انت لو عملت دي في 10 ايام ممكن لو عايز شغلانه عندها 10 اضعاف تعملها في 100 يوم. معناها ايه؟ معناها انك عندك ديتيلز. معناها ان الاكتيفيتي عندك واضحه عشان تقدر تعرف حاجه زي كده. تمام؟ طيب بيقول لك بقى الاستيميتنج ليك مهم ليه؟ والله انت لو عملت اوفر استيميتنج ممكن تلاقي نفسك يعني مرفوض. ربنا يسترها مع الجميع يعني. خدت بالك؟ اوفر استيميتنج ضيعت العطا. خدت بالك؟ هو في الحالتين مصيبه. اوفر استيميتنج ضيعت العطا، واندر استيميتنج خسرت الناس. خدت بالك؟ ولو للكلاينت بقى لو انت الاستشاري وعملت اندر استيميتنج ممكن تتسبب ان الكلاينت يلغي المشروع. ما انت قلت له المشروع ده هيكلفك مثلا 100 مليون. جم المقاولين بعد كده حطوا له المشروع لما حطوا التندر لو ب 200 مليون. المالك مش عامل حساب على كده، فانت عملت اندر استيميشن فالاونر بتاع البروجكت هيقول لك لا متشكرين ليك. طيب ما حدش الناس حاسس ان هم مش مصحصحين معانا. الناس متابعينا ولا مش متابعينا؟ لا لو متابعينا كنت صححت لنا حاجه مهمه قوي واحنا بنتكلم فوق لما كلمناكوا على الاستاتستيك اللي كانت موجوده. خلاص اخطات وقلت لكم بارامتريك استيميشن. خلاص وكنا احنا لسه ما جيناش للبارامتريك استيميشن. طيب الريزيرف اناليسيس بقى احنا فاكرين لما قلنا في الاول انك ما انتش ضامن ان العماله تقف مش عارف ايه يحصل مش عارف ايه. عايز بقى اخده كسكيدوال تولز اشوف ايه الفاكتورز اللي في البروجكت بتاعي، الريسك الانسرتينيتي فين، خدت بالك الكونتنجنسي اللي هحطها، الكلام ده كله ببتدي اعمل له ما يسمى ريزيرف اناليسيس عشان بقى في الاخر اطلع منه ايه بافرز ابتدي احطها عندي على السكيدول بتاعي كاحتياطي ليا. خلاص ده بقى فايده اللي احنا قلنا لازم تشير الانفورميشن. ادي الكونتنجنسي اهي. خلاص بيقول لك ادي كونتنجنسي بافر. خلاص وادي الايه البافر بنتريشن، وصلت لحد فين؟ استهلكت قد ايه من الكونتنجنسي بافر بتاعك؟ خلاص؟ ادي البروسيس اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام؟ وصلنا للبروسيس اللي احنا اتكلمنا عليه.